ايه المعلومات الروعة دي؟ دي معلومات قيمة جدا، انا انبهرت. ايه ده؟ اه بجد بجد ما ينفعش اللي بيحصل ده. في يا ابني بك، دي اكتر من 100 كلب في الشارع. ايه ده؟ طب وايه يعني مالها الكلاب يا حبيبي؟ كل ما امشي الاقي كلب بيمشي ورايا، اتخض اجري الاقي بيجري ورايا، يجري ورايا هوا والاقي كل الكلاب بتجري ورايا. بجد الكلاب دي ما ينفعش تكون موجودة على وجه الأرض. ما يمكن بيحبوك. لا أنا بفكر أجيب فعلا بندقية وأعمل زي تشوتشو الكلاب اللي كان زمان ده وقت الكلاب. تشوكشو؟ إيه تشوكشو؟ تشوتشو الكلاب، معرفش، هي حاجة كانت موجودة زمان. آه طب أنت عارف بقى إن الكلاب اللي مش عاجباك دي هي أكتر حيوانات محبوبة على مستوى العالم كله؟ وأكتر حيوانات، أكتر حيوانات الناس بتحب تربيها؟ لا بتهزر طبعا. لا ما بهزرش، بتكلم جد. انا لسه قاري المعلومات دي كلها. ده كمان لما عملوا احصائيه كده على عدد الكلاب في مستوى العالم او على سطح الكره الارضيه اكتشفوا ان في حوالي 525 مليون كلب على سطح الارض. اكتر من مصر؟ لا انا بتكلم على مستوى العالم. مصر هي ابني، بقول لك على سطح الكره الارضيه كلها. طب انت عارف ان بعض الكلاب بتقدر تشم روائح الحاجات من على بعد 44 متر؟ لا اكيد انا مش مصدقك. مش مصدقني؟ عشان انت ما تعرفش. طب انت عارف ان الامراض الخبيثة اللي في جسم الانسان الكلب ده عنده القدرة انه يشمها؟ يعني لو واحد عنده مرض خبيث لا قدر الله في جسمه، الكلب يقدر يشم المرض ده في جسمه. انت عارف كده؟ لا. انت علشان ما بتقراش مش مثقف زيي. طب تعالى كده ننزل نسأل الناس ونشوف هيقولوا ايه. يلا بينا. يلا بينا. بتخاف من الكلاب؟ ايه؟ بتخاف من الكلاب؟ لا. بتحب الكلاب؟ اه. وانت بتحب الكلاب؟ اه. بتحب الكلاب؟ طبعا. انا حاليا بحب الكلاب، بس من صغري ما كنتش بحب الكلاب، اللي هو كان عندي فوبيا من الكلاب، بخاف من الكلاب. بتحب الكلاب؟ يعني اه. طب لو خيروك ما بين انك تاخد كلب او تاخد قطه وتربي واحد فيهم، تختار الكلب ولا القطه؟ بحب الكلاب جامد. معايا كلبه بيتبول اسمها 10 سنين. كلب. اختار الكلب اكتر؟ طبعا. وانت؟ الكلب. مع والده اسمها 5 عيال. طب انتوا تعرفوا ايه عن الكلاب؟ يعني ايه معلوماتكم عن الكلاب؟ ان هي يعني مثلا وفي الانسان كده. تعرف ايه عن الكلاب؟ عادي اسال وانا اقول. زيكم الحمد لله. عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. طيب ممكن اسالكم سؤال؟ اتفضل. لو كلب جري وراك وانت اختك الصغيره او مامتك في الشارع، انت هتعمل ايه؟ اختار الكلب. اشمعنى يعني؟ لانه صديق الانسان. تصور انت ديت الكلاب. انا مش عارف يعني. لا لا، اللي هو يعني مثلا الكلب، انا بقول لك كان عندي فوبيا لدرجه اني كنت بخاف من الكلب. هو لما قربت من اخويا وكده كان بيربي كلاب وكده، اخويا مختلف قوي بالكلاب، وحاليا يعني قريب هيبقى عنده مزرعه كلاب. تمام. يعني يسليني في اوقاتي. طب لو حد ادالك كلب وادالك قطه وقال لك ربي واحد فيهم، اختار الكلب ولا القطه؟ بس لما قربت منهم لقيت يعني فاهم مش فايده. لا الكلاب كل حاجه على فكره. الكلاب لما تقرب منها تلاقي اللي بتقرب منك تلاقيها مثلا ممكن اجدع من ناس كتير في حياتك. بتحمل انسان وايه كمان؟ وبتسليك مثلا كده. هو انت بتعمل ايه؟ ايس كريم وافل. ايس كريم وافل؟ ده عباره عن ايه ده؟ في الحته اللي انت شايفها دي اول مره اللي انت شايفها عندها بالليله. انا عن نفسي بحب الكلاب بس ما اعرفش عنها كتير. الكلب بالنسبه لك ايه في حياتك؟ يعني ايه الفايده ليه على وجه الارض؟ ايس كريم لوحده ووافل لوحده. اه ايس كريم ووافل. اصل معلش انا معلوماتي عن الحاجات دي صفر يعني. ربيت كلاب قد كام سنه؟ اه واحد. نوعيته ايه؟ جيرمن. بقالك قد ايه؟ اه مثلا في 3 شهور وحضرت مثلا بقالي سنه كنت بحضر في الموضوع. تمام. ونفذته من 3 شهور، واول ما نفذت اشتغلت على طول. تمام. ربنا يوفقك، ده مشروع حلو جدا حبيبي. يعني ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق. بتسليني يعني ايه تسليني؟ ولف يعني وحارسني واخد باله من الاول ومش موجود في المكان، في البيت هو مكان يعني مكان بيحرس المكان اللي هو فيه. اه مش هو فيه؟
وافي. ما انا ممكن اجيب مثلا شويه لب واتسلى ولا ايه؟ لا بس يعني انا اعرف، انا بحب الكلاب بس ما اعرفش عنها كتير قوي. عايز اسالك عن الكلاب، انت بتحب الكلاب؟ يعني قعدت فتره احب الكلاب بس ما كملتش الموضوع. ليه ما ركزتش معاهم؟ انا بقى لما قربت من الكلاب وكده اللي هو لقيت نفسي حبيبها، لقيتها جميله، لقيت الكلاب دايما معاك بتخاف عليك لو الكلب قرب منك وحبك وكده، ولو جبت مثلا جار وربيته مثلا مش هقول لك سنه ولا حاجه، لا هم 5-6 شهور تلاقيه دايما معاك، تلاقيه لو حد قرب منك تلاقي الكلب هو على كده. لو حد من اخواتكم صغيرين او منكم اي حد مع بعض وفي كلب بيجري وراكم ماشي، انتوا ايه رد فعلكم او هتعملوا ايه؟ اخليه يمشي ورايا وما اخافش منه، ما اخافش. ممكن ادخل جوه المحل عادي، ممكن اجري واسيبهم. طب والقطط برضه؟ لا ما عنديش خلف يعني، ممكن كلاب شويه بس القطط لا. ربيت اللوب امين ما بعد صاحبه، لان القطه لو انت مديت لها ايدك طبعا بتخربشها. طيب لو خيروك انك انت تربي قطه او تربي كلب، اختار الكلب ولا القطه؟ انا عموما يعني ممكن اختار حاليا اختار الكلب، بس لو كان في صغري اعمل عندي فوبيا من الكلاب كنت اختار القطه. انا اتشرفت بيك قوي، شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا. شكرا. كان اسمك ايه؟ احمد. شكرا. ماشي.